ومساكم الله بالخير والسرور. اليوم بسوي معكم طاجن لحمة بالخضار لذيذ جدا. في البداية راح أتبل اللحمة ببهارات مشكلة وشوي فلفل إذا حبيتوا، هذا طبعا على حسب الرغبة، وملح. وبعدين راح نحمس بصل وثوم بالطاجن وبوريكم شلون، بس بالبداية بتبل اللحمة. خلاص عندي هذه اللحمة جاهزة الحين، حطيت عليها البهارات مشكلة، شوي مصرار حايل الفلفل الحار يعني، وملح. الحين نبدأ نسوي الطاجن. وجبت الطاجن، حطيت فيه شوي زيت، الحين بحمس فيه بصل وفلفل بارد. بعد ما حمست البصل مع الفلفل البارد والثوم، الحين أحط اللحمة اللي تبلتها بالبهارات وأحمسها معها عشان تاخذ طعم الكشنة ونكتمها، ما حضيف لها موية، أبي اللحمة تطلع مويتها. هذه اللحمة بعد ما حمستها مع البصل ما شاء الله بدأت تطلع ريحة البهارات، بس ضفت شوية كركم على فكرة، نسيت أضيفها في البداية. الحين راح أكتمها بالغطاء علشان ابي اللحمة تتثبت، طبعا ما ضفت ولا نقطة موية، الموية اللي طلعت هذه موية اللحمة، بخليها كذا تتثبت. شوفوا بوريكم، بكشف لكم اياه، ما شاء الله بدت اللحمة تطلع مويتها، وهي اللي راح تسويها. الخضار ما راح نحطه الحين، خلي لين تقرب اللحمة تستوي نضيف الخضار، اخليها كذا على راحتها. هذه الخضار عندي جهزتها، عندي كوسة وجزر وقرع وبطاطس، ببهرها بهارات مشكلة عشان راح أضيفها فوق اللحمة، وملح عشان نعطي الخضار نكهة. ونجي للحمة، طبعا ضفت للحمة بس ملعقة من معجون الطماطم. راح أصف الحين الخضار اللي بهرتها، يعني طاحت. يلا اللي يركز بالتصوير مع الطبخ مشكلة، خليني أصفها وأرجع لكم. زي ما تشوفون صفيت الخضار فوق اللحمة عشان أكتم اللحمة أكثر وتنزل موية الخضار عليه وتسوي، لأني ما راح أضيف موية، حلات طاجن اللحم بالخضار بدون موية، يعني مويته منه وفيه، مويته من اللحمة ومن الخضار، كلهم يعطون بعض المرق عشان يعطيكم طعم ونكهة للطاجن. فالآن بعد ما صفيته راح أكتمه وأخليه على نار متوسطة. طبعا نسيت اقول لكم، انا ما ضفت الخضار الا لما حسيت ان اللحمه قربت تستوي، يعني خليت اللحمه تتسبك وتاخذ راحتها شوي، تقريبا بعد 20 دقيقه اللحمه عشان افرش اصلا ما تاخذ وقت، فحطيت الان الخضار واخليهم يستوون كلهم مع بعض. نشيك على الخضار، طبعا ما ضفت ولا نقطه مويه، المويه اللي تشوفونها من اللحمه والخضار، فبغطيها واخليها تاخذ راحتها وتستوي الخضار. نشوف الطاجن، خلاص الخضار استوت واللحمة تقريبا خلصت، نشيك عليها داخل، شو ما شاء الله القرع دايب، اللحمة ذايبة وكلها على موية اللحمة والخضار. يلا بقدمها الحين ووريكم. وهذا الطاجن ما شاء الله تبارك الرحمن، وخلص ونزينة البقدونس. بوريكم اللحمة شلون ذايبة ما شاء الله، شو بسوي زوم، لا إله إلا، وريحتها خنينة مع البهارات، ما أدري شو أقول. طبعا طبختها بدون نقطة موية، اللي طبخها موية اللحمة والخضار. يلا شو رأيكم بسهولتها واللذاذة، شيء من الآخر.